من جديد، وبالتأكيد طبعا منتخب مصر لرفع الأثقال على مستوى مختلف الفئات محقق إنجازات محترمة جدا، شاركوا مؤخرا في أكثر من بطولة عالمية، وحاليا بيشاركوا في بطولة دول حوض البحر المتوسط. طبعا عندنا كلام كتير جدا عن هذه الإنجازات اللي اتحققت والاستعداد للبطولات القادمة مع الدكتور محمد سمير، عضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال. برحب بيه في البداية، سعداء بوجودك معنا طبعا النهارده. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك، صباح الهنا، منورنا، أهلا بحضرتك. يعني طبعا البدايه يا هوندي، طبعا لابد ان احنا نسال طبعا الدكتور محمد عن الشكل العام الفتره اللي فاتت، ايه الامور كانت بالنسبه لكم ماشيه ازاي، ويمكن كمان يعني طمنا بشكل عام الاول قبل ما نتعمق بقى في كل الاخبار الخاصه بيكم. تمام، والله الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت يعني احسن كتير طبعا من زمان، ورفع الاثقال في تطور، انجازاتها الحمد لله الكل شايفها يعني، ووزاره الشباب والرياضه بصراحه يعني مهتميه قوي بالموضوع الفتره دي، والوزير بصراحه بيدعم الموضوع ده بقوة، لأنه شاف طبعا الإنجازات اللي رفع الأثقال بالأخص فيها يعني غير الألعاب الفردية كلها. وبما أنه رفع الأثقال كان في فترة إيقاف كانت مشكلة كبيرة قوي ليها، يعني من 2019 كنا موقوفين لغاية السنة اللي فاتت، احنا لسه مشاركين بقالنا سنة كده بنشارك، فإن احنا نرجع تاني، وأول ما رجعنا كان في بطولة عالم السنة اللي فاتت في كولومبيا، والحمد لله برضو كان إنجازها كويس جدا. الحمد لله الاهتمام كبير ناحيه رفع الاثقال، والوزير مش مقصر يعني. ازمه المنشطات والمشاكل اللي احنا واجهناها وربما التوقف بسببها وبسبب اسباب اخرى، دكتور محمد ممكن تكلمنا اكتر وازاي تم برضو حل الازمه دي؟ والله المنشطات عموما في كل الالعاب الفرديه مشكلتها بس ان ما فيش رقابه عليها، واحيانا ما بتبقاش منشطات بس، يعني هو غالبا بتبقى فيتامينات غلط، لان اللعيبه الكبار كلهم او اللي بيوصل للمستويات العاليه دي دايما بيبقى مهتم جدا غير اي حد طبيعي، فبياخد مكملات غذائيه بزياده جدا يعني. كل حاجه في جسمه بيشوف لها حاجه، فكل واحد بيجتهد بشخصه، ده بقى اللي بيوقعهم في فخ المنشطات. طبعا المنظمه الدوليه بشخصه كبطل ده مش مقبول، المفروض يكون في رقابه من الاتحاد، المفروض يكون في حد معني بالملف الطبي والصحي يعني. بالظبط، ده اللي الواقع المفروض يحصل، لكن طبعا على قد الامكانيات المتاحه في ناس بتقدر تعمل ده وناس ما بتقدرش. يعني احنا عندنا هنا مثلا في مصر عشان بنطلب نعمل تحليل للاعيبه اللي عندنا في الاتحاد بيقعد كام شهر لما يجي لنا، يكون اللاعب طلع بطوله ورجع لو في حاجه كان زمان الدنيا باظت يعني. مفيش متابعه، فاللاعب على قد ما بيقدر بيجتهد، عايز يبقى كويس ويفضل كويس، فبياخد المكملات والفيتامينات دي، ممكن يبقى فيها حاجه بقى غلط هو ما ياخدش باله منها، مش شرط ان هو اخد منشطات صريحه يعني. وده اللي ممكن يوقعه في الفخ ده. بس مشكله كبيره طبعا. ايه اكتر الدول اللي بتعاني من هذه الازمه؟ والله بالنسبه لرفع الاثقال كل الدول تحت الموضوع ده بصراحه يعني، لان كل اللعيبه بتعتمد اعتماد كامل على الفيتامينات. اللاعب لو ما خدش فيتامينات في رفع الاثقال على مستوى العالم مش مصر بس، ما مش هيحقق، مش هيعرف يدي الطاقه اللازمه ان هو يشيل كل الاوفر ده عليه. من بس في رقابه في بعض الدول، وبعض الدول الاخرى ما فيش رقابه. طبعا فيها نقدر نقول طبعا تمام، او مش كله بيهتم بنفس الدرجه يعني. النقطه مهمه طبعا، يمكن هون اتكلمت فيها، لان كمان بتبقى الوعي البطل يعني، لابد ان هو يبقى في استشاره، لابد ان هو يعرض كل الامور دي عليكم، لان كله بياخد فيتامينات وكله بياخد مكملات، لكن ايه النسبه اللي تعلي وايه النسبه اللي تودي، لابد ان هو يكون معاكم بشكل صريح يعني. ومكون الفيتامين نفسه ممكن يبقى في حاجه من مكونات الفيتامين دي نازله جدول محظوره، فتوقف اللاعب وهو مش واخد باله. ولاعب كبير زي اللعيبه الفتره اللي فاتت منهم طبعا ساره سمير، لما اللعيبه دي كلها اتوقفت مش اخده منشطات، ده دي حاجه غلط في الفيتامين اللي بياخدوه، بجهل خدوها وصلهم للايقاف. لكن هم طبعا مش قاصدين، مش لاعب كبير زي كده هياخد منشط بتعمد يعني. بالظبط. فالحاجات دي بقى هي دي الرقابه، وهي دي الاستاذه بتقول عليها ان ما فيش حد بيتابع الكلام ده، او ما فيش حد مهتم ان هو يكشف على كل علبه دواء بياخدها اللاعب. طب ده كان مع الاتحاد او مجلس الاداره السابق صح كده؟ بالزبط. في مجلس اداره حالي وجديد وحضرتك عضو فيه طبعا، هل احنا نقدر نقول ان احنا هنشتغل على الاخطاء اللي عانى منها او كان يعني للاسف سبب فيها برضو الاتحاد او المجلس اللي فات يعني؟ احنا بالفعل شغالين، وبالدليل على كده احنا ما بقيناش نضم اي حد للمعسكر غير لما نعمل له التحاليل اللازمه الاول ونتاكد ان هو نظيف جسمانيا، ما فيش اي اعراض لاي حاجه زي كده، ولما بيجي طبعا في المعسكر بيبقى عليه كنترول كويس جدا،
ومعانا دكاتره دلوقتي وفريق طبي ان ما فيش حاجه بتتاخد غير عن طريقهم. كويس، ما هي دي بقى مفيش حد لو اتضح ان في لاعب بياخد حاجه من نفسه بيتشال من لسته المعسكر على طول، لان هو كده خطر على زمايله التانيين. طيب، هو حضرتك ذكرت ساره سمير، فاحنا معانا على التليفون البطله ساره سمير، بطله مصر وافريقيا في رفع الاثقال. يا ساره، صباح الهنا عليكي. صباح النور. منوره وسعداء بالمداخله دي. انا عندي سؤال، انت اخوات بقى صح؟ أيوة. صح كده؟ دي المفاجاه بقى، يمكن هي دي المفاجاه. بيقولوا ساره، بصي يعني لسه حالا لو انت متابعانا كنا بنتكلم عن مشكله المنشطات والازمه اللي بيعاني منها ابطالنا في للاسف في الاول وفي الاخر، وبلا يعني قصد بشكل كبير، وللاسف بيكلفنا بطولات وبيكلفنا ميداليات وبيكلفنا مجهود وحاجات كتيره جدا. خليني اعرف تجربتك، يعني احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل معاكي، واحساسك حتى الشق النفسي بعد ما تعرضتي لحاجه زي ده او زي دي مالكيش يد فيها، حسيتي بايه وقتها؟ مين اللي خطبتيه؟ حد اتكلم معاكي؟ خلينا نعرف منك. بص، اولا احنا مش كل حاجه عندنا منشطات بتوقف، يعني احنا في حاجات كتيره قوي بتوقف تحت بند المحظورات مش منشطات. فالناس عندنا في مصر اي حاجه، اي حد بيتوقف كده توقف منشطات. انا ما توقفتش منشطات، دي اول حاجه. انا موقوفه بماده اللي كلنا بناخدها عادي، اللي هو الحاجات بتدينا باور. هو دكتور محمد وضح فعلا النقطه دي. بس يعني كل حاجه يعني بتتقال عليها منشطات، انما في عندنا يعني قائمتين، قائمه منشطات وقائمه محظورات. المنشطات دي اللي هي الهرمونات المعروفة. المحظورات دي ممكن علاج برد، ممكن دواء كحة، لحمة اللي هي المستوردة دي، حاجات كتيرة منها الحاجات دي. فأنا توقفت بالمحظورات. أنا ما كانش ليا يدي فيها، وتعبت نفسيا والدنيا باظت معايا شوية، بس الحمد لله رجعت أحسن من الأول يعني. الكابتن سارة بتتعامل مع الدكتور محمد الأخ ولا الدكتور محمد عضو مجلس الإدارة؟ على حسب. لا، الأخ طبعا. طبعا طبعا. لو في يعني هو ما يعني لو في مشكله بتعامل معاه لان هو عضو مجلس اداره. بالتاكيد طبعا. يعني سؤال مهم حابين نسأله لك برضه يا ساره، يعني بعد حصدك لثلاث ذهبيات في اخر بطوله، بتستعدي ازاي للفتره القادمه؟ لان الحفاظ على القمه ده بيكون في صعوبه كبيره وبيحتاج منك مجهود كبير جدا. اصعب كمان. صحيح. طبعا. هو انا يعني بعمل اللي عليا وشغاله يعني تدريبات مستمره، ويعني وان شاء الله التوفيق ده من عند ربنا. بس انا يعني كل اللي بقدر اعمله بعمله، من تدريبات، من اهتمام، من محافظه على نفسي، كل ده انا بعمله يعني. حلو جدا. طيب انت خلينا نعرف برضو منك، هدفك ان انت تحققي ميداليه اولمبيه في باريس، يعني اعتقد اكيد ده تارجت عندك وعند كل بطل هيشارك، فالنسبه او لو توعدينا او يعني ان شاء الله ده ممكن يحقق يعني بشكل كبير ولا لا؟ خلينا نعرف منك وتطمنينا يا ساره. هو انا بشتغل على نفسي ان شاء الله ان انا اجيب الميداليه باذن الله، والتوفيق ده من عند ربنا. بس ان شاء الله انا يعني حلم وحلم كل لاعب ان هو يجيب ميداليه زي ما حضرتك قلتي، فيعني ان شاء الله خير. انت جبتي برونزيه في ريو طبعا، كان وقتها يعني انجاز كبير جدا، واتمنى ان انت تكملي المسيره يا ساره، ان انت لسه يعني عندك وقت وعندك فرصة كبيرة برضو ان ده يتم تحقيقه ان شاء الله. بس ايه الامكانيات اللي ناقصاكي او ايه الامور اللي انت محتاجاها علشان برضو نقدر نقول الابطال بتوعنا نالوا كل الدعم تحديدا في رياضة رفع الاثقال؟ هو يعني الحاجات اللي احنا محتاجينها الوزارة بدأت توفر، وبقى معانا رعاه، يعني بدأت الدنيا تبقى احسن من الاول. كويس كويس جدا. النقطه دي بقى مع المجلس الجديد ولا ده ايه بالظبط؟ ده احنا هو ايوه الموضوع كنا احنا بنحاول فيه من زمان، يعني انا قبل ما ادخل المجلس كطبعا ولي امر لاعب كبير زي كده، فكنت بحاول الموضوع ده، كانوا مقفلينه شويه، كنت لامس حضرتك كل المشاكل. بالظبط. طبعا، بس الحمد لله مع المجلس الجديد ناس متفاهمه الموضوع، قدرنا ان احنا طبعا مع بروتوكول مع وزاره الشباب والرياضه، ومعنا دلوقتي شركه رابط الرياضيه هي اللي بتسعى في الموضوع ده، والدنيا الحمد لله احسن من الاول كتير يعني. وان شاء الله الرساله المهمه، يعني لابد ان انت تقول رساله بقى كعضو مجلس اداره وكاخ، لان احنا عايزين ساره تحقق ميداليه وده امر مهم جدا. رساله الاخ ايه ورساله عضو مجلس اداره ايه لبطلتنا ساره؟ طبعا اللي زي ساره مش محتاجه اخ ولا عضو مجلس اداره، اي حد هيشوفها بحالتها وامكانياتها والمستوى اللي هي فيه،
مش هقول غير ربنا يعينك، وهي ان شاء الله يعني هتقونا على قد المسؤوليه دي وهتحقق اللي كلنا نفسنا فيه ان شاء الله. توعدينا يا ساره ان شاء الله؟ بدل الدكتور محمد وعدكم خلاص. رائع جدا، كل التوفيق ليكي، ومثال مشرف حقيقي للبطله الرياضيه وللمراه المصريه حقيقي. بشكرك جدا ساره سمير بطلتنا في رفع الاثقال حقيقي، يعني في البيت انا عايزه اروح شويه في البيت، فرحانين بيها؟ الدعم كان ازاي؟ بتكلم عن رياضه برضو يعني مش كومن قوي او مش مالوفه للبنات، لكن بالعكس بقى هم اللي قدروا يحققوا فيها الرانكس الذهبيه اكتر كمان من الرجال. فخلينا نعرف اكتر في البيت ازاي الامور بتمشي يعني. والله البيت بيت مصري، اللي بيقدر عليه ان هو بيدعم ابنائه بالتشجيع بالاهتمام بالاحتياجات المطلوبه اللي يقدر يوفرها له، بان هو دايما في ظهره، وطبعا في لما يقع اكتر ما هو يجيب. ساره طبعا عدت بمراحل وحشه كتير قوي في حياتها، وقعت فيها كذا على مدار لعبها يعني، كل لما ربنا يكرمها بحاجه لازم يحصل لها حاجه كبيره بتوقفها شويه، فالحمد لله هي في الفترات دي بتلاقي دعم اكتر من الاهل ومن الاسره، ان هي احسن وان انت ان شاء الله اللي جاي احسن وعادي وما تشغليش بالك، واللي ربنا عايزه بيكونوا، الكلام ده كله ده بيفرق نفسيا جدا. طبعا الدعم الاسري دايما هو الاساس على فكره، لان انت لو ما عندكش الدعم من اقرب ناس ليك مش تقدر تكمل، زي ما انت بتقول بتمر بظروف كتير صعبه. بالظبط، فده مهم جدا. بالظبط، ساره يعني ابسط الامور في ريو 2016 كانت في الثانويه العامه طبعا، وهي قبل ما تشارك وخلاص كان عندها امتحانات وهتسقط في الثانويه العامه والدنيا وقفت خالص، قدرنا ان احنا نوصل لها ان شاء الله في حل وان شاء الله خير وشد حيلك بس، وربنا كرمها وجابت الميداليه ولما رجعت بالسلام. اي نعم ما كانش في نتيجه، بس برضه معنويا قدرنا ان احنا نعدي المرحله دي معاها لما خلصت على خير ورجعت تاني وكملت. ولو كان في نصيب في الاولمبيكس اللي فاتت كان ربنا هيكرمها بارقامها ونتائجها بميداليه ذهب، بس ما فيش نصيب، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني. إن شاء الله. هو الجانب النفسي مهم جدا، التحضير النفسي مهم جدا بالنسبه لكم، بالنسبه طبعا للبنات تحديدا، لكن انا عايز اتكلم معاك يا دكتور بشكل عام. عندنا يعني اولمبياد باريس، يعني الاستعداد ليها ازاي، الشكل العام ازاي، بتحضروا ازاي اللعيبه ذهني وبدني ونفسي، لان ده امر بيكون غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه بالتاكيد. والله احنا لما اجتمعنا في المجلس الجديد دي كنا اول حاجه حريصين عليها، يعني ان احنا نكون فريق صح الاول، نكون فريق طبي، فريق فني، فريق اعداد مناسب، كل حاجه للعيبه، ما نسيبش الموضوع كده. الموضوع الاول كان معتمد على المدرب، ولما يحصل حاجه للاعب يبقى نكشف عليه. لا، دلوقتي في معاهم معد بدني، وفي معد نفسي، وفي دكتور تغذيه، في كل التخصصات الحمد لله مع اللعيبه كلها، اي حد في اي وقت محتاج حاجه موجوده. ودكتور للفيتامينات ده اساسي معانا في كل الخطوات وكل حاجه، هو اللي ممشي كل حاجه مع كل لاعب، كل لاعب بشخصه. والفريق الاولمبي بالذات احنا بعد لما رجعنا بطوله العالم دي قررنا نعزله بقى عن المعسكر، عندنا 7 لعيبه دول الفريق الاولمبي بتاعنا، ده اللي احنا ان شاء الله هنشارك بيه في الاولمبياد، ده خلاص خليناه بقى حاجه لوحده كده، يبقى ليه دعم وشغل تاني كده، سفر بره، معسكرات خارجيه، امكانيات هنوفرها اكتر هنا، وبنحاول شويه مع الراعي ان هو مع شركه التسويق ان هي تجيب لنا رعاه شويه، وطبعا عايزين الوزاره تزق معانا زقه في الموضوع ده، وان شاء الله هيبقى احسن والنتائج هتبقى احسن ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا مرشحين كويس جدا للميداليه يعني. ان شاء الله. نتمنى والله ذلك، لان رفع الاثقال من الرياضات اللي احنا كويسين فيها نعتبر الى حد كبير، وبنضمن بيها كمان ميداليات في الاولمبياد. بما ان حضرتك دلوقتي رياضي سابق وعضو مجلس اداره في اتحاد يعني لرياضه برضو كبيره في مصر، خليني اسالك السؤال ده، احنا ليه عندنا مشاكل في قصة الماديات؟ يعني ما فيش اتحاد تقريبا ما بيعانيش من نواقص في الشق المادي، وان هو يقدر يصرف والامكانيات المادية، وان هو يوفر كل المطلوب للعيبة بتاعته من يعني زي ما بتقال كده تغذية ودكاترة ومعسكرات وتيكت ويعني ورعاية. ليه يعني انا عايز افهم المشكلة، وليه احنا كده، وليه في دول تانية ليست الافضل في الحاله الاقتصاديه لكن عامله طفره كبيره؟ وانا حدي مثال على فكره بالمغرب على سبيل المثال يعني. تمام، المعادله بسيطه جدا في الحته دي، انا بتكلم عن فريق رياضي
في الألعاب الفردية بعيدا عن الألعاب الجماعية وكرة القدم خالص. أنا عندي الفريق الرياضي في رفع الأثقال الفريق بيبقى 50 لاعب 40 لاعب، ده الفريق اللي تابع للاتحاد المصري رفع الأثقال اللي بنشارك بيه بطولات كبار وناشئين وشباب، كل الكلام ده الفريق ده بيتصرف عليه إقامة وأكل وشرب وتمرين وعلاج وفيتامينات، كل الكلام ده بيصرف. النهاردة الميزانية لما بتبقى تيجي من الوزارة في السنة مليون ولا 2 مليون، ما هتغطي ايه ولا ايه؟ حضرتك بتقول السفريات، فعلا السفريات بتصرف ومكلفة، طب ما هو الكلام ده كله بياخد وبينقص من حجم الوارد للعيبة دي او اللي انا هقدر اصرفه على اللعيبة دي. فدايما الاتحاد مضغوط من قلة الماديات، صحيح دايما مضغوط. انا النهاردة لما باجي اصرف على اللاعب كل لاعب من ده محتاج ليه ميزانية، يعني انا كداخلي عملت فريق اولمبي غير الفريق ده، المفروض الميزانيه اللي شغاله الاتحاد عادي، واحنا مثلا نقدم عرض ان احنا بقى عندنا فريق اولمبي خصصناه، ده يبقى ليه دعم جديد بشكل تاني خالص. احنا عايزين ميداليه اولمبيه، يعني احنا بنقول يا رب، بس بنقول يا رب ولازم نعمل حاجه، يعني ما ينفعش يعني عايزين نعدي مرحله الدعاء بقى. بالظبط. موضوع غريب والله بجد، يعني انا بحس ان الدنيا بتبقى واقفه، بس انتوا عايزين اللي هم المعنيين او المسؤولين والاتحاد عايز والوزاره نفسها واللاعبين نفسهم، بس في ازمه يعني. ما هو بقى احنا عايزين نلم الاطراف كلها تساعد في الحته دي، يعني مثلا عند فرق كره القدم اللي الدنيا تمام وكويسه، المفروض يتبنوا فكره ان هم بقى ينزلوا يساعدوا الالعاب الفرديه باي شكل كان، يعني انا ما بفرضش حاجه بس بقول مقترح، هم ينزلوا يشوفوا يقدروا يفيدوا الالعاب الفرديه بايه، او كل نادي زي النادي الاهلي مثلا يتبنى لعبتين ثلاثه او بطلين ثلاثه ويرعاهم، لما كله في الاخر باسم مصر. انا اللاعب لما بيطلع اللاعب المصري فلان طلع والعلم المصري اترفع والنشيد الوطني اتعزف، هو ده اللي احنا عايزينه، كلنا نساعد عشان اللعبه تقوى، مش لعبه رفع اثقال بس، كل الالعاب الفرديه، عشان ما نديش فرصه اللاعب ان هو يهرب ويسافر ويتجنس، ونلاقي كل الميداليات الذهب او معظم الميداليات الذهب اللي بتترفع كلها مصريين باعلام ثانيه. بس متجنسين، صحيح. لا وعايز اسال حاجه برضو. لا والله انا عايز افهمها فعلا. اتفضل. كنا بنتكلم عن رفع المرتبات، ها بقت تقريبا 4000 جنيه، قعدنا نحسبها الاسبوع ده او اول الاسبوع، ولقيت ان انت مش عارفه البطل بيتخصم منه ضرايب بتصفصف في الاخر على 2000 وحاجه، ده بعد ال 4000 جنيه والزياده اللي اتكلموا عنها. هو ليه البطل الرياضي بيتحسب له ضرايب اصلا؟ هو يعني كل حاجه اللاعب بياخدها عندنا الجايزه عليها ضرايب، بيتشال عليها ضرايب. طيب يعني هل انتوا مثلا شايفين من حقكم ان انتوا عملتوا حاجه برضو لمصر، رفعتوا علم مصر في محفل دولي، ان تتعفوا مثلا من الضرايب بتاعتها؟ انا بس على فكره انا ما اعرفش الرولز ايه او القوانين. ما احنا برضو في الحته دي احنا ما نعرفش قانونيتها ايه، بس انا شايف ان المفروض اللاعب ملوش علاقه بالضرايب، يعني انا صحيح. لاعب وبحاول ادعمه شويه، النهارده لما اقول له انت هتاخد 100000 جنيه مكافاه يوصلوا له 90000 ليه؟ ده لو وصلوا له 90 يعني. لا خلينا واقعيين، هم بيوصلوا له 90 بس يوصلوا له 90 ليه؟ يعني انا لاعب وعمال اكاحر واجتهد واتعب عشان خاطر اخد المكافاه دي اللي هي اصلا مش هتغطي فعلا، واللي هي مش 100000 برضه، اللي هي مش هتغطي اللي انا هعمله او اللي انا عملته او حجم الانجاز اللي انا وصلت له، وفي النهايه برضه تخصم منها ضرايب. وهل في شق بيروح للاتحاد من الجوائز برضه؟ لا. جوائز اللاعب كل لاعب بياخد الجائزه بتاعته، دعم الاتحاد حاجه ومكافئات اللاعبين حاجه ثانيه. بالتوفيق يا رب، موفقين دايما ان شاء الله باذن الله، وبنتمنى كل التوفيق طبعا للبطله ساره، ويا رب ان شاء الله يعني يتحقق الشيء اللي بيسعد كل جمهورنا طبعا يعني والشعب المصري، يعني يا رب ان شاء الله تكون موفقه باذن الله. بشكرك جدا الدكتور محمد سمير عضو مجلس اداره اتحاد رفع الاثقال. شكرا لحضرتك، كنا سعداء بيك النهارده معانا. ربنا يخليك يا فندم، متشكر. اكيد طبعا بنوجه كل الشكر والتقدير طبعا للدكتور محمد، وفاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا، ابقوا معانا.